حياكم الله من جديد مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة لهذه الحلقة. راح نتكلم عن احتواء جسم الإنسان على نسب متوازنة من البكتيريا النافعة والضارة كذلك، بحيث تقوم البكتيريا النافعة بحماية الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة سمية الإبراهيم، اختصاصية التغذية العلاجية. صباح الخير أستاذة. صباح النور منيا. بالضبط مثل ما ذكرتي، يمكن موضوع وجود البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي زاد عليه التركيز مؤخرا، آخر 10 سنين تقريبا. الأبحاث اللي نشرت اللي تخص موضوع البكتيريا المفيدة وعلاقتها بأمراض مختلفة زادت تقريبا 4 أضعاف مقارنة بالسنين اللي كانت تليها. فالتركيز صار وايد الحين مؤخرا على البكتيريا النافعة، إذا سمعت اللي هو البروبيوتيك أو الخمائر البكتيرية. نعم. اللي موجودة في الأكل راح أذكرها اليوم إن شاء الله. ليش صار في اللي هو اهتمام أكثر في موضوع البكتيريا؟ قبل كان يعتقد أن وجود البكتيريا، طبعا البكتيريا في الجسم هي تعتبر 80% من مناعة الجسم تكون موجودة في الجهاز الهضمي بسبب وجود البكتيريا النافعة. احنا عندنا في أشياء تحمينا من الأمراض مثل الجلد، مثل اللوز، مثل الجهاز المناعي، لكن كل هذا يعتمد بشكل كبير مثل ما ذكرت 80% على وجود البكتيريا. فإذا كانت نسبة البكتيريا النافعة بالجسم أكثر، تكون فرصة الإصابة بالأمراض والإصابة بالحساسية، معدلات الإسهال والإمساك وألام البطن، وأيضا بعض الأمراض الحين هم مؤخرا شافوا أن مرض السكر قد يكون له علاقة بالموضوع، وجود السمنة أيضا. في ناس اللي هي نوع البكتيريا اللي موجودة بالجهاز الهضمي قد تساعد في حرق سعرات حرارية أكثر من إذا كان الواحد عنده بكتيريا اللي هو الضارة. فالموضوع شامل أكثر من اللي هو صحة الجهاز الهضمي، يشمل العديد من الأمراض. شنو فائدة البكتيريا المفيدة اللي موجودة بالجهاز الهضمي؟ أول شيء اللي هو ذكرته تزيد من المناعة. شنو الأشياء اللي تقتلها أو تقلل من المناعة؟ من اللي هي المضادات الحيوية. ويمكن هذه أهم رسالة بوجهها حق الأهل، خاصة للأطفال الصغار. في أول ما ينولد الطفل لعمر 3 سنين، هذه أكثر مرحلة يعني تنمو فيها اللي هو الجهاز المناعي، وتنمو فيها يكون جسمك. وفي أشياء معينة تزيد من اللي هو الجهاز المناعي عند الولادة الطبيعية، لأن لما اللي هو مرور الطفل في قناة الولادة راح تكسبه بكتيريات مفيدة تحميه أو تعزز من جهاز المناعي. أهم في اللي هو المستشفيات الصديقة للطفولة، أول ما ينولد الطفل يشيلونه ويحطونه على صدر أمه عشان يلمس جلد الأم، وبالتالي يأخذ من البكتيريا اللي موجودة، وأيضا تعزز من المناعة. الحليب الطبيعي هم في بكتيريا مفيدة أيضا تعزز من المناعة، وخاصة أول 3 أيام بعد الولادة اللي هو ما يكون تقريبا حليب، يكون مادة يسمونها اللبأ أو الكوليستروم بالإنجليزي، اللي هو أيضا عبارة عن مضادات حيوية. فتعزيز المناعة بالصغر أمر جدا مهم، وحرام أن إحنا نقتل أو أن نقلل من مناعة الطفل في أن نعطيه وايد كورسات مضادات حيوية، لأن المضاد الحيوي مو بس يهاجم البكتيريا الضارة، وإنما هم يأثر على التوازن البكتيري اللي موجود في الجهاز الهضمي اللي ذكرتي في أول الفقرة إنه هو مهم وجود توازنه فيه. فتكلمنا عن المناعة، أيضا يحسن من امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د، مثل الكالسيوم، يعطي طاقة أفضل مثل ما أنا ذكرت. إذا كان في بكتيريا مفيدة بالجهاز الهضمي، طريقة حرق السعرات الحرارية تكون أفضل، وبالتالي يكون الواحد عنده وزنه يكون أفضل. وأيضا موضوع الطاقة وموضوع تركيزه يعني في ممارسات أداء أو الأداء اللي هو يسوي في حياته يكون أفضل. يمكن هذه صورة تبين إن إيش كثر في بكتيريا بالجهاز الهضمي. طبعا في أكثر من يعني تريليونز من البكتيريا اللي موجودة، أكثر 10 أضعاف من عدد خلايا اللي موجودة في جسم الإنسان. وهذه صورة نشرتها مجلة ناشونال جيوغرافيكس، هي صورة يمكن لما نزلتها بالإنستغرام أو بالسناب شات الناس قالوا عبالنا إن شكلها حلاو، لكن هي بكتيريا ملونة، وفي ما هي بكتيريا واحدة، صورة حقيقية، هي صورة حقيقية نزلتها كفر بيج في ناشونال جيوغرافيكس. كوننا أيضا موضوع اللي هو انتشار الوعي عن البكتيريا، كان هذه واحدة من الصور اللي نازلة. وهم هني كان وي يوز بكتيريا تو تريت ديزيز، هل ممكن نستخدم البكتيريا للقضاء على الأمراض؟ هم هذه أيضا كان موضوع في ناشونال جيوغرافيكس. فالموضوع جدا منتشر مؤخرا، ويمكن سويت له برزنتيشن في دوامي بالمستشفى، وأيضا ذكرت فيه علاقته بالسمنة وبمرض السكر. فهم الوعي فيه، وإنه هو الدكاترة قاعد يحاولون يستخدمون اللي هي الخمائر البكتيرية اللي موجودة في اللبن مثل
مثل ما انا جايبه هني المخللات وايضا حبوب هذا الكتب بسالك هل ممكن تعزز هذه الامور البكتيريا النافعه في الجسم؟ فانت تشوفين منيا اللي هو دعايات بعض منتجات الالبان يقول لك انه لو تشرب مثلا هذا اللبن راح تحس فيه ان الجهاز الهضمي عندك مرتاح. هذه معلومه صحيحه 100% لان هي مزوده بخمائر ويمكن حتى لو نقرا على بعض انواع اللبن اللي يكون مكتوب هني في اللي هو خمائر البكتيريه او يكون في الخثر يمكن كاتبين او بالضبط فهم يضيفون لها نوع من انواع البكتيريا اللي هي البكتيريا المفيده اللي تعزز من نمو الجهاز الهضمي ويكتبون نوع البكتيريا يكتبون اسمها فمن المصادر اللي تعزز من نمو البكتيريا المفيده اللي هو الروب او اللبن اللي ضايفين للخمائر البكتيريه حتى اللبن او الروب اللي يتسوى بالبيت ليش انا اقول هذا توقع بكتيريا اكثر بعد فيه. بالضبط لان احنا ناخذ يمكن قفشه من روب قديم او ان الروب اللي عندنا اياه ونسوي اللي هو الحليب ونحطه في مكان دافي ليش نحطه في مكان دافي لان المكان هذا راح يعزز من نمو البكتيريا ويخليه يتماسك الروب اللي موجود بالجمعيه غالبا هو روب مبستر لما الروب يتعرض للبستره فهو يقتل اغلب البكتيريا اللي موجوده فيه فما يعود فيه فايده كبيره اللي احنا نبيها عشان كذي اعزز وايد على الروب اللي يتسوى بالبيت او اللي تشترونه من الجمعيه لكن اللي هو مدعم بخمائر بكتيريه فهذه مصدر من المصادر المصدر الثاني مثل ما انت شايفه هني المخلل فكل المخللات لان طريقه اللي هو عملها تتطلب ان انت تمسكينها وتخزنينها في مكان ليش احنا قاعد نخزنها بمكان ممكن يكون دافي بعيد عن الضوء لان المكان هذا هو راح يعزز ان البكتيريا تنمو فانا ماسكه شيء في بلايين بكتيريا فيه يعني انا بعض الحالات حتى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ممكن اقول لهم لو تاكلون نص مخلله صغيره هذا النص كم مليون بكتيريا فيها راح تدش بالجهاز الهضمي لكن هم في شغله ثانيه لازم اذكرها ان ممكن انا اخذ اللي هو الروب او اللبن او البكتيريا او حتى اذا ما عادش هني منيا اللي هو الحبوب البروبايوتكس هي اللي عباره عن حبوب فيها هذه اللي فيها 10 بليون مكتوب عليها 10 بليون يعني الحبه الواحده فيها 10 بلايين بكتيريا وفي نوعيه معينه من البكتيريا يكون فيها طبعا هذه الارقام بالنسبه للبكتيريا جدا طبيعيه طبعا جدا طبيعيه يعني في حالات المرضيه ممكن 20 الى 30 بليون بكتيريا ممكن انا اعطيها لحاله مرضيه خاصه اللي فيهم حساسيه او عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي فممكن انا اعطيها عن طريق حبوب ممكن انا اخذها عن طريق اللي هو الروب او عن طريق المخللات لكن بالمقابل لازم يكون نظامي انا متوازن يعني عادي انا اكل بكتيريا مفيده وبعدين اروح اكل سكر السكر يقضي على البكتيريا المفيده ويعزز من نمو البكتيريا الضاره اللي هي راح تسوي مشاكل بالجهاز الهضمي ما بين يمكن اكثر شيء اشوفه بالناس اللي يعانون من الغازات من الاسهال من الامساك من الانتفاخ بالبطن هذا كله يكون عندهم البكتيريا مست اب مثل ما يقولون فيحتاجون لان هذه المعلومه خاص. جدا مهمه ويعني يمكن يغفل عنها الكثير ان السكريات ممكن تقتل البكتيريا النافعه وتعزز الضاره بالضبط الكلور اللي موجود في الماء الفلورايد ايضا ممكن يقلل من وجود البكتيريا الامهات اللي وايد خلينا نقول فيهم وسواس اللي عيالهم ممنوع يلعبون بالتراب وتعقيم وكل ساعه ماخذين لك السانيتايزر اللي هو يعقم يقتل البكتيريا يا جماعه ترى السانيتايزر مو زين حتى الصابون اللي تستخدمونه يوميا او اللي يتسبحون فيه ما يصير تستخدمون صابون اللي هو يقتل البكتيريا لان هذا قاعد يقتل البكتيريا ايضا المفيده اللي انتم محتاجينها لتعزيز المناعه قاعد يخفف دفاعات جسمك غير المضادات الحيويه المضادات الحيويه منيا 80% من انتاجها يروح ل المزارع ويروح للماشيه 20% احنا نستخدمها كعلاج فايضا احنا ممكن ناكل لحم فيه مضادات حيويه ليش؟ لان الماشيه عشان يزيدون من در الحليب ويزيدون من كميه اللحم يعطونهم ذره ويعطونهم اعلاف يعطونهم اشياء معده الماشيه ما تتحملها وبالتالي يعطونها مضادات حيويه عشان ما تتاثر او تمرض هذه المعده يعني والمضادات قاعد توصل لنا بعد توصل لنا من غير ما ناكلها بالضبط فهني عشان كذي نتكلم احنا على موضوع الاورجانيك فود شلون انا قاعد احاول ان كثر ما الواحد يقدر انه يروح على موضوع الاورجانيك لانه قاعد ياخذ مضادات حيويه من مصادر ما هو عارف عنها بالتاكيد البصل والثوم شنو قصته؟ فالبصل والثوم والايدامامي او اللي هو فول الصويا والهليون والمكسرات والموز يعززون من اللي هو نمو البكتيريا اللي هي اوريدي موجوده في المعده فهذه المصادر اللي تكلمنا عنها اول شيء اللي هو المخلل والروب هذول فيهم بكتيريا حيه فاحنا قاعد ناكل شيء فيه بكتيريا اما الاكل هذا فهو هذا يسمونه بروبايوتكس منيا وهذول يسمونه
يسمونهم البريبايوتكس. البريبايوتكس اللي هم ما هم بكتيريا، لان الموزه اكيد راح يكون فيها شوي بكتيريا، بس انه مش البكتيريا اللي موجوده، مو مركزه بهالشكل بالضبط، لكن هي فيها وجود الالياف اللي فيها يعزز من نمو البكتيريا المفيده اللي اوريدي انا موجوده عندي في الجهاز الهضمي. ممتاز. عشان كذي المختصين يوازنون ما بين البروبايوتكس اللي هي اكل البكتيريا الحيه، ايضا بالمناسبه اللي هو في بعض المخبوزات اللي هي تتخمر بروحها في يمكن هم مخبز بالكويت يعني منتشر بالشغله هذه، ان هم ما يضيفون خميره، يخلون الخبز بروحه يتخمر. شغله ان احنا نخمر الخبز بروحه ايضا يعزز من وجود البكتيريا النافعه، عشان كذي انصح انا بموضوع المخبوزات هذه. فبروبايوتكس نسوي بالانس ما بين البروبايوتكس عشان ناخذ اللي هو مصدر بكتيريا مفيده في الجسم، ونعزز ايضا من نموها باستخدام الاكلات اللي هي اللي ما فيها، هي ما هي بكتيريا لكن تعزز نموها، مثل ما انا ذكرت هني فول الصويا والهليون والسلري والمكسرات وايضا البقوليات. هذا الشيء الحلو شنو علاقته بالموضوع؟ دارك شوكليت، هم الدارك شوكليت يعتبر بريبايوتكس او انه يحفز من نمو البكتيريا في الجسم، عكس الكاكاو العادي اللي هو فيه سكريات، لان صحيح. الكاكاو الميلك شوكليت او الوايت شوكليت يعتبر مصدر عالي بالسكريات، والسكريات قاعد تقتل البكتيريا اللي موجوده. فيعني اتمنى ان الناس يسوون شويه بالانس. هو الموضوع ما هو بس انا ان اكل اكل طبيعي وان انا احمي نفسي من الامراض واخذ حبوب عشان انهي الدوني، قد يكون مشكلتك أكلك. والناس خلص عندها ادراك اكثر انه كلمه بكتيريا ما تعني شيء مخيف او شيء ضار، بالعكس هي صديقه الجسم. بالضبط احنا محتاجين وهي الدرع الواقي للجسم بالتاكيد البكتيريا، وهذه طرق تعزيزها مثل ما ذكرت الاستاذه سميه الابراهيم. شكرا جزيلا على وجودك ويانا، ونتمنى من الكل تعزيز البكتيريا وتعزيز المناعه والابتعاد عن المنتجات اللي تقتل البكتيريا خاصه بالمنظفات. اكيد. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، صباح الخير مشاهدينا، باكر إن شاء الله نفس الموعد مع الزملاء. نترككم مع بقية برامج تلفزيون الكويت، ومع السلامة.